تبديل تقطع تصل الى سفيان بوفال. بينجز بوفال من اللمسة الاولى بالكعب الاول بالابهار الاول يحبط. شوف العمل عادت الى سفيان بوفال ينقل لمس. كرة تنقل في الجهة مصلحة ريدموند. تصل في الجهة اليمنى التدخل هذا سفيان. تحولت لي مصن يمرر لي ريدموند وفضل طول تعادل سلبي ايجابي تعاد. وهنا لديه عن الرقابة تماما. وحتى توتنهام ممكن الجولة الجاية الكرة في النهاية اعطي اهداف مقابل هدف. هنا لدينا الله سفيان بوفال يضع هدف التعادل بطريقة جميلة. موضوع تغييره هنا لدينا الكرة الآن تلعب أيضا تساقطوا لاعبي توتنهام. هنا لدينا ازدحام أكثر وسجل ساوثامبتون وكان. شكرا للزميل خالد الحدي وأهلا بكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.